يعني الوضعية المالكية كتكون باطلة، ما هو باطل ما بني عليك فهو باطل، الوضعية التنمية باطلة ما يمكنش تكون وضعية سليمة. سيد الرئيس، هنا عندنا عدة تساؤلات سيد الرئيس في المال والآخر، نهار اللي حسبتو ودرتو لي إحصاء ديال الناس المستفيدين لقيتو 168، مزيان 168 كاين في السوق مع جات لكم واحد الخدمة دغيا تريبوني يقولوا قبل ما تعطيو ليهم، المهم وقع شوية مشاكل في ديك التريال، عوضتو 168 في حين أنه عاد بداو كيبانو الناس الحقيقيين اللي خصهم يستافدو. هنا فين وقع الإشكالية، علاش وصلنا الرقم تقريبا يناهز 191 مش 184 سي حسن، بدون ذكر السوق الاجتماعي فين كاين دوك الحدادة، هذا كبر بوحدو إلى وصل 190 عاد كيبانو عاد الناس دابا دابا كنسمعو عليهم بلا ما استفدوش، يعني 168 اللي استفدت في الأول شكون هو؟ هنا فين كاين عاد الاستفادة؟ راه يمكننا نذكرو كاع السميات سيد الرئيس، راه من بعد درتو السوق في 2004 وحتى 2008 كاين واحد اللائحة ديال 19 أشخاص عطات ليهم السلطة، من بينهم أزيل عبد الرحمن، أحمد بيسبيس، الحبيب بوحوت، عبد الهادي الصديقي، عبد الرحمن القدوري، عبد القادر بوعلاتي، الزعار عبد المجيد، عادل بوالعيون، ميمون بيسبيس، سعود، أظن أنه السكينة اللي كانت أصحاب الزنقة، لا أحد يمكن أنهم كانوا يمارسوا. أصحاب السوق هنا، التجارة. هنا هو ولاد السوق. تربوا في السوق، كان زعما المجيد كان ابو محمد ابو عرس محمد يقشر ولد السوق التجاري الجمر ديال هادو استفدوا، هادو استفدوا 2008 السوق تم تعويض الناس 2004، يعني هادو كانوا غفلوه عاد داركو ومن بعد عاود داركو شي اخوان اخرين وتم التضارب وباقيين عاد غداركو، لان كاين الناس اللي حتى الان ما استفدوش غير على الاستلام 168 الاولى شكون اللي دات هنا فين هضرت الاخت بشرى الا كنتو صريحين راه الزغلغل صغير راه يمكن واحد النكته كيعاود منها كيقول لك بلا دير الا بغا نقدم كيعرفش كياكل بنادم في الدار بقاو حايرين ودي شغال كنقول نجيب اللي نقدر الكميه ديال الزيت نعرفش كتب راه السلطه عارفه راه السلطه القديمه ولا هاد السلطه وسامعه لا يخفى على احد مستفيدين معروفين السي بوعلي انكر ويحلف قال لك رجموني كنتمنوا الاعضاء كاملين ياخذوا الحلف اللي خدا بوعلي اعضاء السابقه في المجلس السابق يعنوا هيا كان الصحافه يعنوا حنا ما استفدناش راه الحاج محمد لا يقول هذا كان في المعارضه ما تخافش انا ان شاء الله شنو عزمو راه هنا هضرنا في اللائحه الاسميه سيد الرئيس ومن هذا المنبر كان حي السيد نذكره بالاسم سميتو الساهل داروا رحلات على سميتو كي كيوقع منين جاو قالوا له اجي تبيعها باش تدي ديك 300000 شاد فيها حتى باعها هو وبنى بها الدار لا تقولوا بخير باقي دار الدوار راسو ومعروف وهذاك الناس اللي مشات عند الصحابه دير معاه استجواب غايقولها شنو اللي عطاها لحالو وشكون اللي سجلها له على الاسم وما بغاش يرجعها له 300000 باعها هاد الفلوس ديالها تسعه ها فين خصنا سيد الرئيس نصارحو بعضياتنا انا كلش تحمولك افضل وزاره الداخليه ثلاث خطرات وإلا درتوه غترفض يعني السوق بيدو ما نديروش لا لا دابا ما كنديروش كنقول له السوق دابا كنهضروا على المساله القانونيه السوق راه غير قانون غير قانون بدون كلش بدون كلش تحمولك يعني كلشي راه باطل حنا من هذا المنبر ذكرنا السي عمر والحمد لله الاخوان المجهودات ديالهم استطاعوا وصلوا للائحه الاسميه الاصليه واللائحه الاسميه الاصليه ما كايناش في المحضر اللي صوتوا عليه في 2004 كاين اختلاف كاين تناقض وغنمشيو بهذا السيد الرئيس في هذا الشيء ما نكثرش الهضره والسلام عليكم.